سلام لي زامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد على طريقه باش نفعلوا بها التطبيق ديال البنك الشعبي اللي هو بوكيت بانك. بقاو معايا. اول حاجه غنديروها قبل ما ناكتيفيو لابليكاسيون هي غنمشيو لاقرب كاب ديال الشعبي، ندخلوا البطاقه ديالنا، ندخلوا المود باس، عطلعنا لاباج الاولى وغنكليكيو على الاشتراك في خدمه بوكيت بانك. كيطلع لنا رقم الهاتف اللي حطينا في لاجونس نهار الاول، كنديرو نعم. هنا كيطلبوا لنا ناكدوا الرقم، الا كان نفس الرقم مازال عندنا كنديروا الرقم، كنديروا تاكيد، كنا بدلناه كنديروا رقم جديد، كنكليكيو على تاكيد وكيطلع لنا الرقم اللي دخلنا، كنديروا نعم. كيجينا واحد ميساج ولا رساله قصيره فيها الكود بيه غنكتيفيو لابليكاسيون. الناس اللي ما وصلهمش هذا الكود غيكون عندهم مشكل في لوبيراتور، يكونوا بدلوا النمره من اوبيراتور لاوبيراتور اخر. دابا نبداو، كمل هذا، ندخلوا البلاي ستور ولا الاب ستور ونكتبوا بوكيت بانك. اون فوا كتانستالا كنديرو اوفغيغ ولا فتح. هنا كتختاروا اللغه اللي بغيتو، اختاريت الفرنسيه. كيعطيكم معلومات اون جينيرال على الخدمات اللي كاينين في بوكيت بانك، كديروا سويفو. كنكليكو على كومونسي، كيعطونا 4 ديال الاختيارات، اما جو مو كونيكت الا كان عندي ديجا لابليكاسيون، حنايا مازال ما عندنا، جو مابون هي لوكا ديالنا، ولا الا بغيت نفتح حساب نقدر نفتحو من لابليكاسيون ولا نتبع الحساب ديالي. هنا غادي نديرو جو مابون. هنايا كيطلبوا لنا ليدونتيفيون، ليدونتيفيون هو هاد الارقام اللي كاينين في رقم الحساب، غنكتبوهم. ها هي الطريقه اللي باش تلقاوهم من رقم الحساب، وكندخلوا رقم التليفون ديالنا اللي خدامين به. ونسيزيو لو كود اللي جانا، نكونسيو جو نو سوي با ان روبو ونديرو سويفون. هنا كيطلبوا لنا نديرو ليميل ديالنا، كنكونفيرميوه لتحت باش كيجينا ان كود. ها هو وصلنا لو كود في ليميل ديالنا، كنرجعو كندخلوه. كنكليكيو على سويفون، كطلع لنا هاد لاباج كيطلبوا منا تيليشارجيو لي كونطرا ديال لابليكاسيون. هي هادي الكونطرا كتخرج اون فورما بي دي اف، كتشدو غير لاباج الاولى كتسنيوها و كتيليشارجيوها في الدوكيمون تحت، كتكليكيو على سويفون. هاكا نكونو سالينا، نتمنى تكونو استفدتو، متنساوش تابوناو الى كنتو اول مرة كتفرجو فيديوهات ديالي، ديرو جيم وتبارطاجيو مع صحابكم. السلام عليكم.